السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متابعي أنور فلوغ. اليوم جاتلكم في فيديو جديد دائما وأبدا من قلب الحدث ومن أرض الأوراق. أولا نحب نقول لكم صحة فطوركم وتصوموا إن شاء الله يا ربي بالصحة والخير. ولهنا الموضوع تاع اليوم هو على لي بوا دانتيريم. سبق وانا هضرنا في هذا الموضوع لكن بزاف ناس تواصلوا معايا وقالوا لازمك تخلي لنا لو ليان تاع هاد لي بواط باه نقدروا نتواصلوا معاهم. اولا نحب نقول لكم اكتيالمو لي بوا دانتيريم سون ديسپونيبل. والحاجه الثانيه اللي هي نحب نزيد نذكركم بهذا الربعه انا اللي حكيت عليهم. علاه؟ لان بوكو بليس راح تلقاو فيهم الخدمه على لي زوتر اللي هما الاس دبليو في السريما الفيرتكس والتايمينغ. لكن ايضا نحب نوضح نقطه. دونك سيليا فوز افي تروفي سير ما شان يوتيوب فقط، يعني ما نقدرش نبارطاجيهم معكم على تيك توك ولا على لاباج تاعي على الانستغرام. حاجه اخرى ايضا، بالنسبه لاي انسان عنده اي استفسار او اي سؤال يتواصل معايا كالعاده على الانستغرام او على تيك توك. الناس اللي ما رديتش عليهم نقولوا اسمحوا لي، راه كاين بزاف الغاشي، راه كاين بزاف الناس، راني داير بوسيبل تاعي زعما باه نقدر ريبوندي على كاع الناس. مي لا غالب تعرفوا الحكايه ماهيش سهله. كالعاده كان معكم انور فلوغ من قلب الحدث، والقاكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.